واخيرا اليوم 8/28/24 يوم الثراء العالمي، طاقه 3 8 كوكب المشترى كوكب الحظ جاي اليوم دواتي، وانا كل اللي حلت فيه 100 درهم عادي. الدنيا حلوه، الدنيا زي الفل، الدنيا جميله، بس انا هدي لك 4 حاجات تعملهم في اليوم دواتي علشان تدخل بوابه الثراء. ركز معايا بس، صل على الحبيب. اول حاجه لازم تعملها يا سيدي انك تتخلص فورا من الافكار السلبيه، يعني انا حظي وحش، انا ما عنديش، انا الدنيا حط عليا، انا الفجر بيجري ورايا بلمضه، هو انا ما فيش غيري يا رب، هو ما فيش حد غيري في الدنيا دياتي. هو هذه الافكار السلبيه اللي هتدمرك وتدمر حياتك. هذه الافكار السلبيه فقط هتستبدلها بافكار ايجابيه، زي انا في الطريق الصحيح، سوف ياتي في الوقت المناسب، سوف نفعلها، سوف يكرمني ربي سبحانه وتعالى، ربي هيعطيني من فضله. استبدل الافكار السلبيه اللي في دماغك، دماغك اللي هي ملانه هلوس زياتي، عارف لما البيت كده تغيب عنه فتره من الفترات وبعدين ترجع تلاقي البيت مهلس، اه دماغك هلست زي كده من كتر الافكار السلبيه، فهلست عملت غشاشه انت مش شايف خالص. فاستبدل الافكار السلبيه بالافكار الايجابيه، ادي اول واحده. ثانيا الحمد والاستغفار، الحمد والاستغفار، الحمد والاستغفار، الحمد دي تملأ الميزان، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اداك حاجه قليله الحمد لله ليه هيكترها، ولئن شكرتم لازيدنكم. الحمد دي تملأ ميزان السماوات والارض. تخيل انت مفيش اروع من الحمد والاستغفار. لو نزلت صاعقه من السماء ما اصابت مستغفر، استغفروه استغفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. شوف ربط الاستغفار بالرزق ازاي، سبحان الله العظيم. ادي تاني حاجه لازم تعملها. ثالث حاجه يا سيدي هو الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، انك لو عايز تكون من الاثرياء من الاغنياء ادعي الى الله سبحانه وتعالى باسماء الله الحسنى الخاصه بالثراء. شوف سيدنا سليمان قال له ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، هب. اذا ادعو باسماء الله الحسنى الخاصه بالثراء، يا وهاب يا وهاب، يا غني يا مغني، يا قادر يا معطي، يا مانح يا ماجد يا واجد، يا الله يا صمد. كل دي من اسماء الله الحسنى الخاصه بالثراء. ليه؟ لان انت لما تروح واحد يكون معاه 10000 جنيه وتاخد منه جنيه، تاخد منه 1000 جنيه يبقى ال 10000 اللي معاه بيجي 9000، انما لما تروح تاخد من الله خزائنه مملوءه لا تنفد، على قد ما تاخد انت مش هتنقص من ملك الله شيء. فدايما خليك مع الله، يملا قلبك بالايمان واليقين والرضا والتقوى والطاعه والمحبه، الحمد والاستغفار. رقم 3، رقم 4 الاخيره طبعا، وهي ايه؟ ورقه زي دي، هتجيب ورقه زي دي وهتكتب عليها رقم انت بتحلم يكون عندك، انت بتحلم يكون عندك 10000 دولار 5000 دولار 100000 دولار، بتكتب الرقم دوت هنا وتقول ايه؟ تكتب في الرقم ده، تكتب انا فرحان وسعيد لان الله، انا ممتن لله سبحانه وتعالى لانه رزقني، مش لسه هيرزقني، لا، لانه رزقني 100000 دولار مثلا، وال100000 دولار ديت تقعد تضربها في 8، لان هو النهارده ده يوم 8، اقعد اضرب في 8، ما انت عيش في الثمانيات، سيب كل حاجه. اخر حاجه بقى النهارده انك لازم تشتري، المفروض تشتري حاجه تكون غاليه شويه، يعني حاجه انت نفسك فيها، تعيش طاقة الثراء. يعني انسى موضوع الفلوس ده النهارده خالص، لان الفلوس جايه، صدقني يا ولدي، لو كل متوقع آت. يعني في ناس تشك وتقول لك ايه يا عم ده اوهام، وده عم ده مش عارف ايه، يا واد عم الناس ما كانتش حالتها حاجه خالص وتوجهت لربنا وربنا رزقها من فضله، يبقى توجه الى الله سبحانه وتعالى، الخير جاي من عند الله، ومش لازم يكون الخير هو فلوس، ما ممكن الخير يكون حاجه عظيمه انت ما تتخيلهاش، انت ما تجيش ويرزقكم من حيث لا تعلمون، من غير ما تعرف هو يرزقك منين، تبص تلاقي كده هي بتاعته هو، ده ملكه، ده ربنا يا جماعه خلق الارزاق قبل خلق السماوات والارض ب50000 سنة، مش قبل خلق الانسان، خلق الارزاق قبل الانسان وقبل ب50000 سنة، قدر لنا ارزاقنا، فيعني هيعييه ربنا سبحانه وتعالى وينقص من ملكه شيء ان هو يغنيك ولا شيء. اخر حاجه بقى يا واد عم، انك مش قاعد تدعي وتدعي وتدعي وتدعي، يا رب الاقي شنطه فلوس، يا رب وانا ماشي الاقي الشنطه ديتي هنا، يا رب اكسب في مجلد. لا دي 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 قصه ثاني. لا، العمل ثم العمل ثم العمل، العمل بدماغ مش بالدراع. في فتره من فترات عمرك وانت في العشرين سنه لحد 30 سنه اشتغل بدراعك لان عندك القوه، انما بعد كده لازم تشتغل بعقلك بدماغك، تشغل دماغك وتتوكل على الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يرزقك من فضله. دي الحاجات اللي المفروض انت تعملها النهارده وانت متيقن أن الله هو صاحب الفضل، أن الله ذو الفضل العظيم، إن ربنا لما يغنيك من فضله ويفتح لك أبواب الخير والرزق والتيسير، ده مش هينقص من ملكه ذرة واحدة بس.
وادعو الله، خد طاقة أسماء الله الحسنى، خدها من ادعي بيها، حتى لو مريض ادعي بأسماء الله الحسنى الخاصة بالشفاء. عايز ربنا، عايز تكون من العلماء ادعي بالله، يا عالم يا علام ادعي بأسماء الله الحسنى الخاصة بالعلم. لو عايز تكون غني ادعي بأسماء الله الحسنى الخاصة بالثروة، الخاصة بالعطاء، يا عاطي يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا صمد يا الله. شوف الطاقة اللامتناهية لأسماء الله الحسنى. شوف أهم نقطة بقى، أنت لما تطلب الفلوس دي أو لما تطلب المال والثروة من الله، آخر نقطة ركز كويس، إياك أن تطلبها عن حاجة، أطلبها عن حب مش عن حاجة. يعني مش أنت عايز ديات علشان تعمل كذا وعلشان لا، أطلب ده لأن أنت عن حب. يا رب إذا قدر لي ان انا اكون من اللي سوف اعمل خير واعمل كذا وابني جامع ومش عارف ايه واشوف هذا الغلبان واشوف هذا واطعم الناس واطعم الفقير واطعم، اطلبها عن حب علشان تعمل صلاح في الارض. شير هذا الفيديو فورا لانه هام جدا ومتعلق بالنفس البشريه، واوعى تنسى اليقين بالله والصلاه على الحبيب والعمل وايه وشكرا.